عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة وعدد جديد من برنامجكم إميسيون بوز جودي. كيف ما عودناكم كل يوم خميس كالعادة، عنا ضيف جديد اليوم باش نرحبوا به مع بعضنا وباش نرحب بضيوفي الكرام. هو السيد حاتم بوبكري، مدير فرع شركة إندل كريب. عسلامة سي حاتم، مرحبا بك. عسلامة، مرحبا. يعيشك سي حاتم، نورتني سي حاتم. يعيشك، ربي يخليك. اليوم استدعيناك وانت قبلت الدعوة، مشكور، نشكروك على قبولك للدعوة هذه باش نحكيوا على إندل. كان النجم نعرفوا بها كشركة عند تمويل، هي وليدة عند العالم العربي، جمعية عند العالم العربي. أي عند العالم العربي تأسست سنة 1990، كانت جمعية معنية بالمرأة بالبيئة. في سنة 1995 ادخلنا مجال التمويل الصغير، ميكروفينانس. أي كانت بداياتنا من حي التضامن، تعرفوا أنتم تشعب تحي التضامن، منطقة شعبية، منطقة شعبية. دينا في التمويل الصغير في قروض تتراوح من 100 دينار حتى 5000 دينار. 2016 كبرت أنت والطلب بتاع حرفائنا تزيد، ما عادش 5 ملايين تقضي حاجيات الحرفاء. هذاك علاش ولات شركة أندا تمويل هي الوليدة بتاع جمعية أندا العالم العربي. ولينا المبالغ نعطيه من 500 دينار حتى 40 مليون. سي حاتم، كانت وضحنا شوية جمعية أندا العالم العربي شنو معناتها، المفهوم لهنا باش السادة المستمعين ينجموا يفهمونا أكثر. جمعية أندا العالم العربي هي جمعية غير حكومية وغير ربحية، هي جمعية كانت تهتم بالمرأة، بالريف، بالتنمية، بالجانب الاجتماعي. الهدف متاعها كان تحسين وضعية التوانسة، هذيك الغاية الأساسية متاعها. واضح سي حاتم. به عند تويكا معناتها قداش من فرع في تونس بالضبط؟ تويكا عنا 104 فرع في كامل تراب الجمهورية، وعنا 3 مكاتب متنقلة اللي هما نسميهم ليجيشي موبيل. أيه؟ خاصة في المناطق الحدودية، في المناطق الجبلية يخرجوا. نجموا نعملوا ليديكاسمو، معناها نقرضوا الحرفاء متاعنا على عين المكان غاديكا، كيما نمشوا للاستخلاص زاد، حتى استخلاص القروض متاعهم ينجم يصير في ليجيشي موبيل. على عين المكان تهزوا الفلوس معناتها للعباد، تهزوا الفلوس ونعملوا لهم كل شيء غاديك، الإجراءات الكل. من ضمن التسهيلات احنا ديما الغايه نتاعنا هو السوسي الوحيد انا هو الحريف. اي نحاولوا نقربوا له، نحاولوا نحسوا به، نحاولوا نفهموا وضعيته، نحاولوا نقدموا له خدمات اقل تكاليف وبطريقه سلسه تخليه هو ديما مرتاح. يا واضح سي حاتم. به كان نحكيه شويه، تو عرفنا احنا ب شركة إندا وهي شركة خفية الاسم على من علم، هكا ولا سي حاتم؟ صحيح. كنا نحكيو على الشروط، شروط منح القروض للمواطنين، معناتها فما شروط معينة وإلا الناس الكل تنجم تتمتع بالقروض ولا 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 حتى المدة الزمنية مثلا قديش؟ به أنا باش نعطيك لمحة، احنا عندنا 3 أنواع متاع قروض. عندنا قرض مشروع اللي تراوح بين 500 دينار و 40,000 دينار. أي وعندنا قرض تحسين مسكن اللي تراوح من 500 دينار و 3000 دينار. أيه؟ عندنا قرض تعليم بين 500 دينار و 3000 دينار. به نحن ماذا بينا الناس كلها نمولوها وماذا بينا نساهموا في العودة. قرض التعليم هو خلقناه للعودة المدرسية لوليداتنا. أيه؟ ثم بعض العائلات تعجز في الرونتري سكولير، معناه في العودة المدرسية، هذيك علاش احنا نسميوها كومباني تعليم. أيه؟ هذيك ثم برشا أولياء يعزوا باش يززي ولادهم الكل وصغيراتهم الكل ويرجعهم يقراوا، خاصه كي تبدا عائله متوسعه. عائله يعطيك صح. هذاك علاش خلقنا قرض التعليم، باش نحاولوا نسهلوا العوده المدرسيه على الاولياء ونحو لهم هاك الاشكال هذاك والتخمام الزايد وكل شيء. احنا حبينا نقربوا به للتواصل الكل ونحسنوا في الوضعيه. الغايه بتاعنا ديما هي تحسين المردوديه المشاريع وتحسين الوضعيه المعيشيه للتونسي. يا عايشك سي حاتم، واضح. تفضل سي شريف. نعرف فكرة ميكروفينانس هذه حلوة برشا بصراحة، دخلت لتونس فكرة جديدة، ونتصور من أنت هي من الأولى اللي دخلت فكرة الميكروفينانس. نعرف خاصة البنوك معناها في تونس لهنا ما تعطيش قروض مباشرة أو تمويل. أي أنت لهنا
شنو دورها خاصة في المهن الصغرى ذيك والمهن التقليدية الصناعة التقليدية. ونعرفوا ذاك الناس ما عندهمش حتى شهادة علمية، معناها باش يدخل يعمل مشروع مثلا في الجبة في القشابية في الحرير في أي حرفة مهنية ما عندوش شهادة، فهمت؟ لهنا الدور عنده شنو تنجم تعمل للناس هذوما. باهي احنا تواجدنا كان في البدايات نتاعنا للفئة ceux qui n'ont pas un accès au système bancaire، معناها للفئة اللي ما عندهاش طريق باش تتعامل مع المؤسسات البنكية. على سبيل المثال مثلا حلاق مرأة تعمل في الارتزانة في الدار، تعمل في شوية فلفل وشوية فحات، مرأة تخدم الصوف، مرأة تبيع في شوية دبش في الدار، هذوما كل ما ينجموش يمشوا للبنك باش يقولوا اعطيني 500 دينار باش ناخذ بها سلعة. احنا جينا تخلقنا احنا وجينا الغاية بتاعنا باش نمدوا ايدينا للناس هذية باش ناخذوا بيديهم باش يحسنوا يوفروا موارد رزق، يحسنوا المردودية ومدخول جديد في العائلة هذيك، ووقتها نقولوا احنا رانا فتحنا مورد رزق. انت باش تشجعوا المواطن البسيط والا العامل البسيط الحرفي اي شخص هو... اي شخص ينشط يمارس في نشاط قانوني معناها ماهوش كونترباند، معناها غير مخالف للقانون، احنا رانا مستعدين نمولوه ويكون مستقر معناها في منطقة التدخل متاع الفرع المعني بالامر. ومن ضمن الاوراق مثلا اللي نجم يحضرها المواطن باش يتقدم قرض شنو؟ اجراءاتنا سهلة برشا. مبدئيا الحريف يجيب نسخة من بطاقة تعريف، نعملوا له المطلب الفورميلير متاع المطلب الدموند عندنا في البيرو، عمرون عندنا شارجي داكي تستقبله تعطيه معطيات كاملة على القرض بتاعنا وانواع القروض بتاعنا على المدة على الديري. بعد ما يعمل المطلب هذاك يخرج عون قروض جيستونير دو بورتفي يعمل له زيارة للمحل بتاعه، يخدم معه دراسة مالية ويتفق معه على كيفية الخلاص وعلى المدة الخلاص وحسب قدرته، وبعد ما يعمل الحسابات بتاعه بعد مصاريفه ومصاريف العائلة هذيك باش ما يتيحش الحريف في اللونديتمون معناه في التدين. فهمتك. بس يا حاتم نعرفوا انه الفلوس وحدها ما تنجحش يعني وحدها، فهمني؟ اذا كان ما يكونش فما اقل وفما دراسه وفما كذا كل شيء. به لهنا انا عملت مشروع وما نجحتش، شنو هنا انت شكون موقفها؟ به نحن سؤال مهم جدا هذا الشريف مشروع. نحن النشاط نتاعنا ماهوش ايكونوميك اكهو فينانسيه اكهو، ما نقدموش خدمات ماليه فقط. انت حطيتي ايدك على النقطه هامه جدا، حتى برشا من حرفائنا ما يعرفوهاش. احنا عندنا سيرفيس بي دي اس، الرول نتاعو هو لاكومبانيمون الكوتشينغ ولي فورماسيون. ساعات احنا نجو نلمو جروبات نتاع نساء بار اكزومبل يحبوا يتعلموا بيجوتوري، تحب تعلم الارتيزانة، تحب تعمل جبن طبيعي، تحب تعمل الصابون الطبيعي، تحب تعمل تقطير اعشاب، لمو الجروب نجيبو تاخذ اندا اون شارج الفورماتور تجيبو يعمل لهم الفورماسيون. يعني معناها نعملو كوتشينغ اكومبانيومون اي لي فورماسيون، وهذوما كله غراتوي من عند اندا. الهدف انه المشروع هذاك يقف على ساقيه وينجح، والعائله هذيك توفر مورد رزق ديما كالعاده. راني نقول توفر مورد رزق جديد وتحسن في مواردها الرزقيه. يعني انا غدو نحب نجي نعمل مشروع هذيك، اما ما عنديش فكره في مخي، ما عنديش حتى فكرة تاع مشروع. نجيكم غادي انتم تقترحوا عليا وتكونوني وتعملوا لي وتدعموني. عندنا قرض اسمه بداية، بداية للناس اللي تحب تعمل كرياسيون دونتربريز ولا كرياسيون دو بروجي. الانسان شاب يحب يبعث مشروع، خاطر احنا بارمي لي زاكس استراتيجيك بتاعنا في اندا اللي هما الشباب، المرأة الريفية، والمرأة بصفة عامة. بصفة عامة، بصفة عامة، خاطر الجانب بتاعنا ديما جانب اجتماعي قبل ما يكون اقتصادي. احنا نمشيو ديما للتنميه، نحاولوا ننغمسوا كان في التنميه. التنميه باش تمشي فيها بالمراه خاطرها مهمشه، وبالشاب خاطره عاطل عن العمل. هنا كاين الكونسنتراسيون بتاعنا، التركيز بتاعنا كلي على الشباب والمراه، على الشاب والمراه. هنا يجونا حتى ما عندوش فكره مشروع، نجو نعملوا له ديزونترتيان دي سيليكسيون، نوريونتوه نوجهوه، نشوفوا هو شنية البداية متاعو، وش يحب يقول، وش يحب يعطي، شنية الفكرة اللي عنده. احنا نعملوا لها لونكادرومون، نأطروها كالفكرة هذيك وناخذوا بيديه ونمشيوا معاه في كريدي وفي البروجي اللي هو يحب يعمله، لكن يعدي خرج فيه بطريقة محتشمة، بطريقة بخجل، لأنه مش لاقي التمويل، لأنه عاجز على التمويل.
يعني انتم ما ترافقوه من البدايه حطيكش للاخر في المشروع ومعناتها وفكرته كامله من الاول للاخر. الطبيعه هذاك دورنا التوجيه الارشاد التمويل دورنا ماهوش خدمات ماليه فقط، احنا نقدموا خدمات اون باراليل، قلت لك خدمات موازيه للخدمات الماليه، اللي هو مش الفايده انك تعطيه قرض، لازم تعطيه قرض لكن ما ينجحش. هنا كاين دورك باش تعمل له الكونترول والفيزيت، وقتها تمشي معاه في الاكومبانيمون في الكوتشينغ في لي فورماسيون. بالنسبه للسي حاتم، بالنسبه مثلا موظف عمومي، هل انه عنده الحق يتمتع بقرض عن طريق انت والا لا؟ بالنسبه للموظفين عندهم الحق، خواص ولا بما فيهم الخواص ولا الموظف العام عندهم الحق يتمتعوا معنا بقروض. القروض هي مثلا اللي عنده دار وملك وفيها تطلب شويه تحسين، اخلقنا قرض اسمه قرض دارنا تحسين مسكن. واللي عنده صغيرات يقراو عندنا قرض تعليم في الرونتري سكولير كومباني متاع التعليم. نعرفوا نحن تو اغلب الموظفين ولا حتى التجار، الناس معنا في تونس هنا وقت يبني دار اوتوماتيكمون باش يتلز يعمل قرض من البنك، اما ما كفاهوش يعني مزات حاجه خفيفه تاع رتوش وكذا كل شيء ما عادش ينجم. اسكو نعم انت تنجم تمولوا تعاونوا بالطبيعة، هو عنده قرض من البنك، احنا خلقنا قرض تعليم من 500 دينار ل 3000 دينار. هنا كاين خاطر هو بعد الكريدي بتاعه اكيد باش يبقى ناقص حاجات قليله، وقتها دورنا احنا باش نخلوه يفرحك الفرحه اللي يتمنى فيها عنده سنين، اللي هو يسكن داره. يعطيك الصحه. باهي سي حاتم، بالنسبه مثلا انا باش ناخذ قرض بقيمه 5 ملايين مثال، قديش باش نرجع؟ معناتها نحب نحكي على الكوتي نتاع لي زانتيغيس، معناتها كنت نجم توضح لنا شوي وتوضح شوي للساده المستمعين. هو بالنسبه للانتيريس احنا شركه تويكا خفيه الاسم، شركه اندا تمويل، ناخذ قروض ونخرجوها قروض على مده قصيره وفيها تكاليف طفيفه نتاع المصاريف الجمليه معناها للفرع. نجم نعرفوا المده مثلا؟ المده بتاعنا تتراوح بين شهر و24 شهر، وهذه بالنسبه للقروض، هذه بالنسبه للقروض من 500 دينار ل 5000 دينار، وبالنسبه للقروض من 6000 دينار حتى ل 40000 دينار تتراوح حتى ل 36 شهر، وتنجم توصل حتى ل 48 و60 شهر. واضح سي حاتم، مشكور. نخرج مع بعضنا فاصل إشهاري ثم نعود. كل يوم خميس بداية من الساعة 7 مساء أنتم على موعد على أحلى راديو، راديو تبر أف أم، في إميسيون بوزيدي يستنى فيكم بارشا جو وبارشا جديد وبارشا كادوات. فقراتنا، ضيفنا اليوم، حكاية ومعالم، شكل فن يا بافل، شوف لي حل، دبارة اليوم، سبورت تايم، وطلع تربح، وطلع تربح. تابعونا واستنونا مع راديو تبر أف أم. راديو لما نستناو في آراكم ومشاركاتكم، وباش تكونوا حاضرين معنا ما عليكم كان تدخلوا لشان لارو ميوزيك جروب وصفحتنا على الفيسبوك راديو تبر اف ام. راديو تبر اف ام، منكم وإليكم. ضيفنا اليوم، رجعنا لكم مستمعي راديو تبر اف ام مع ضيفنا لليوم السيد حاتم بوبكري. نذكر السيدة المستمعين اللي هو مدير شركة اندا فرع الكريب، ومعي كذلك كرونيكور الحصة سي الشريف. الموضوع متاعنا هو اندا، تعريفها، الشروط متاع القروض، التسهيلات، هذه اللي حكينا عليها في الفقرة الأولى من الحصة متاعنا. وتويكا باش نحكيه مع سي حاتم على دور اندا في تمويل القطاع الفلاحي. كنت توضحنا شوية سي حاتم. به احنا التواجد بتاعنا هو التمويل، وإننا ناخذوا بدين التوانسة باش يقفوا على ساقيهم، باش يزيدوا في المردودية بتاع المشاريع بتاعهم، وبحكم احنا الشمال الغربي واندا ككل، تونس ككل، معناها البلاد التونسية ككل هي مبنية على الفلاح. من أقوى ركائز الاقتصاد بتاعنا في تونس هي الفلاحة، رغم أنه قطاع مهمش، لكن احنا هنا دورنا باش ناخذوا بدين الفلاحة، وخلقنا قروض تتماشى حسب المداخيل بتاعهم. عندنا القروض بتاعنا تتراوح بين 500 دينار و 40 ألف دينار، ثم القرض اللي يحب يخلصه الحريف كل شهر وشهره، معناها كونستانت، معناها إشيونس كونستانت،
وفما الفليكسيبل. الفليكسيبل هو شنو؟ يدفع معلوم عادي بسيط، وكل ميسرة مثلا بعد الباتاج متاع القمح، بعد بيعان العلوش، بعد ما يجمع الزيتون، بعد ما يقطع العسل متاع الحل متاعه، بعد ما سيزون متاع السقوي كي يبدأ يختم سقوي، بعد اللوز، بعد المشمش، بعد يعني أي فلاح يحدد لكم مدة زمنية معينة يقول لكم راني في الوقت هذي باش نخلص، نحطوا له إشيونس أدابتي معناها تتماشى مع المدخول متاعه مصابة هذيك، يبدأ يخلص مرتاح الوقت هذيك. وديما احنا الهدف بتاعنا انه نحسنوا ديما المردودية والمستوى المعيشي ونوفروا مواطن شغل، هذا هو السوسي بتاعنا الهدف الاساسي. نرجو مدامنا في الفلاح، انا نحكو في الفلاح، المرأة الريفية نعرفوا نحن المجتمع بتاعنا تركيبته كيفاش وكذا، المرأة الريفية ما تخلطش وما تسعاش وكذا، والرجل بتاعنا مضبين المرأة تقعد في الدار تعجن الخبز طيب له كذا كل شيء. هي العقلية موجودة عند تقريبا اغلب المجتمع التونسي والمجتمع التونسي، خاصه المناطق الريفيه، يعني في المناطق الريفيه اكثر. اي نحن كيفاش نوصلوا لك المراه ذيك ونشجعها باش تعمل ان بروجي، تعمل دجاج عربي، تعمل غلم، تعرف معيز، تعمل شويه زيتون، تعمل حاجه، كيفاش نوصلوا لها، كيفاش نوصلوا لها الفكره باش نشجعها باش تعمل حاجه اللي تعاون العيله نتاعها شويه. احنا حبينا ولا كرهنا اي مشروع فلاحي راه عمره ما كان الراجل هو اللي واقف عليه، الراجل راه يقبض الروسات وكهو، لكن الصباح شكون تكون تفيق المراه؟ هي اللي تحلب، هي اللي تعطي العلفه، هي اللي تتفقد الدجاجات، هي اللي تتفقد البقره، هي اللي تتفقد النعجه، هي اللي تعبه. هذاك علاش احنا الغايه بتاعنا انه معاملتنا في القروض الفلاحيه مع نساء، خاطر نساء هي الكادحه، وديما نسعاو انه يكون القرض الفلاحي في معاملتنا مع المرأة، اول حاجة لتحسين وضعيتها، وثاني حاجة لانها ديما الهدف تستحق باش تتحرر ما كل العجز اللي تزرع لها في الفكرة بتاعها، رغم انها هي القائمة بالمشروع. ذاك علاش احنا في القروض الفلاحية نسعاو ديما في المعاملة مع المرأة، لأنها هي نصف المجتمع، وكيف ما قال الشاعر الصغير ولاد أحمد، نساء بلادي نساء ونصف. باهي سي حاتم، توا حكينا معناتها على دور إندا في تمويل القطاع الفلاحي وفي تمويل القطاع العام والقطاع الخاص، كذلك ما نجموش نتجاوزوا دور إندا في تمويل جائحة كورونا، هكا ولا؟ باهي في فترة الكوفيد تعرفوا اللي دخلنا في الحجر الصحي ودخلنا في الكوفيفو وبرشا مشاريع ضرت، احنا كنا سابقين، كان عملنا حركة انسانية، كان اتصال مباشر بحرفائنا عن طريق الهاتف باش نشوفوا الهواجس متاعهم، باش نشوفوا التخوفات متاعهم، باش نشوفوا المشاكل متاعهم. كان الهدف متاعنا ماناش نخمو في الخلاصات وماناش، بالعكس احنا طلبناهم باش نسمعوهم باش نفهموا شنو مشاكلهم وباش نحاولوا نلقاو الحلول اللي تتماشى مع وضعيتهم. وهذاك ما حبسناش غاديك، زدنا وفرنا قروض، منها قرض سند، قرض سند هذا قرض اعطينيه سونز انتيري، من غير فوائض، من غير تكاليف، الحرفائنا اللي الانشطه التجاريه نتاعهم اتوقفت، خاطر فك الفتره هذيك وقت لي فتره الحجر الصحي اكيد هما ما عادش عندهم مورد رزق، مين باش يصرفوا على صغارهم وعلى عائلاتهم؟ احنا الحرفيين واصحاب المشاريع الصغرى. صحيح، يعطيك صحه. الانشطه اللي بقات شنو تخدم؟ هي لي زكتيفيتي فيتال، كان العطريه ولا مواد تنظيف هذا هو ولا الكوش، لكن الانشطه الاخرى للحرف ولا القطاع الخدمات كلها توقفت. خلقنا قرض سند كان من غير فوائد، وهذاك على الاقل يكون كمورد انه يصرف منه الحريفه بتاعنا على عائلته. اي واضح سي حاتم، وهوني انا نعرج نفتح قوس صغير وندعي جميع المواطنين انهم ما يتوقفوش على التلقيح، خاصه في الفتره هذه نعرفوا مع تواجد الفيروس الجديد واللي هو رجع بكثره خاصه في صفوف الطلبه والمدارس والجامعات. بطبيعه نتمنوا السلامه لكل المواطنين ولجميع الطلبه، وان شاء الله يا ربي نتجاوزوا هالمحنه، وان شاء الله ديما بلادنا متقدمه وديما لباس وديما بلادنا مزدهره. نخرجوا فاصل ثم فاصل إشهاري كالعادة ثم نعود، تابعونا وما تغادروناش.
حكاية ومعالم. أهلا وسهلا بكم في فقرة حكاية ومعالم. اليوم باش نحكي لكم مستمعينا الكرام على معلم من المعالم تبرسق، وهو جامع الكبير المسمى بجامع ابن عباس، اللي تأسس سنة 34 هجري الموافق ل 654 ميلادي. وما ظهرت بعض المعالم كان عند قدوم الأندلسيين عند بنيانهم للجامع الكبير، وهو جامع نمط المعماري أندلسي شبيه بجامع تستور. سواريه وعمته مأخوذة من المعالم والأثار البيزنطية الموجودة، بعضها منقوشة على المحراب. كما لعب الجامع الكبير دور مهم في إعطاء دروس دينية، كانوا من أشهرهم الشيخ عثمان بن عربية صاحب كتاب الكلمة النبوية وعلي الشنوفي، والشيخ صالح بن فرحات تبرسقي، ومحمد الباجي المسعودي. ومن الأصوات المعروفة بترتيل القرآن الكريم الشيخ محمد بن جيلاني، وكذلك كان إمام خمس. أما عن الصومعة فهي فريدة من نوعها، تحاكي مآذن غرناطة ومنارات الأندلس في شكلها والهندسة تاعها. والصومعة هذه مراقبة في نفس الوقت، وهي اللي تراقب من بعيد كل اللي جايين للمدينة من الشرق والشمال والجنوب، وهي تطل على سهول خلات وجبال الشهيد، وعينيها مفتوحة على طريق الاستراتيجية القادمة من تونس والمتجهة نحو الكيف قاصدة مدينة بسة في الجزائر. وحكايتنا ومعلمنا ما توفاش وبلادنا ما كيفهاش. رجعنا لكم مستمعي راديو تبر اف ام. نذكر بضيوفي حاتم بوبكري مدير شركة اندا فرع الكريب، سي شريف بن حديد كرونيكر الحلقة، من وراء الميكرو صافي بن مراد. بهي احنا تويك للأسف حلقتنا قريب توفى، باش نحكي وشوية على تطلعات. انا باش نتوجه بسؤال مباشرة عفوا الى سي حاتم، انتم معناتها لحد الآن كان تعطيني نسبة وإلا عدد نتاع القروض اللي عطيتوهم للشباب، قداش من قرض معناتها في سنة 2021؟ الحقيقة أرقام ما نجمش نعطيك بالضبط، لكن الشباب هما من الأولويات بتاعنا. أنا كما حكيت لك برمي الأكس استراتيجيك بتاعنا احنا كمؤسسة كشركة إندا تمويل، هو العناية بالشباب، تمويل الشباب على بعض المشاريع، على التقليص من البطالة وتحسين ظروف عيشهم، والمرأة الريفية. واضح سي حاتم، نذكر اللي عندها هي اللي مولت راديو تبر اف ام، وهذه انا نتوجه بنداء للشباب الكل، واللي عنده اي حلمه اللي عنده اي فكره اي طموح ما يخافش وينجم يتقدم بطلب قرض من عندها، وهكايا تنجم هي ترافقه وتوجهه وتحقق له الحلمه بتاعه. تفضل سي شريف، كان تسمح تطرح سؤالك لسي حاتم. اللي يخص في عندها باش كل صراحه سي حاتم، برسك اسكو عندنا تحت برزقيه منخرطين في عندها وياخذوا في قروض، وشنو وضعيتهم بالضبط؟ باهي، خاطر نحن ما عندناش فرع تاع عندها لهنا. احنا فرع فرع الكريب، فرع الكريب هو يخدم على ثلاثه معتمديات، خاطر احنا نمشيو معناها بالقرب، نحاول ديما نكونوا قراب من الحرفاء نتاعنا، بحكم هي المسافه الكيلومتريه بين معتمديه الكريب ومعتمديه برزق اقرب من انه تكون تبرسق في علاقة بمعتمدية أخرى أو مركز ولاية آخر. هذاك علاش الدراسة متاع الدوسيات معناها متاع لدوموند معناها مطالب القروض متاع متساكني معتمدية تبرسق يتم تناولها من فرع الكريب. يعني باش نعمل لنا قرض نجيكم الكريب غد؟ أي، تتصل بنا في الفرع تجيب نسخة من بطاقة تعريف، نستقبلوك نعملو لك لاكيو بتاعك كل شيء، وكما نجمو حتى كي تدخل على الباج فيسبوك بتاعنا تعمل الدوموند اون ليني، وسولون لي دوني اللي باش تحطهم لنا انت اون ليني احنا باش ثم الكونتاكت بتاعك اللي هو نمرو تليفونك كونتاكتوك، وباش تحط لنا بتبيع على الادريس بتاعك. تنجم ما تجيش للفرع، نجم اون ليني تعمل الدوموند بتاعك، خاطر عاملين سباس كليون احنا عند تمويل سباس كليون ب
تعمل الدوموند بتاعك اونليني، والعون القروض اللي يخدم في منطقة التدخل في منطقة بورسك يتصل بك على ذو العنوان اللي حطيته على ذو رقم الهاتف ويعمل لك المطلب على عين المكان. عنا تبرزقيت هم موجودين معناها أكيد أكيد ووضعيتهم أمريكا معناها ما فهمش ما شاء الله. نحن الحرفاء امتعنا من كامل التراب الجمهورية معناها بما فيهم معتمدية تبرزق الحمد لله. هل أنه من الممكن سي حاتم أنه نشوفه فرع عند في تبرزق مثلا؟ إن شاء الله. هو رول بستحل الفرع يزمك عدد معين من الحرفاء هذاك علاش إن شاء الله في الأشهر القادمة أو السنوات القريبة القادمة نحلوا فرع في بورسك باش نحاولوا نقربوا أكثر لحرفائنا. نحن ديما كي باش نحلوا فرع الهدف بتاعنا الأساسي هو أن نقربوا للحريف باش تكون خدماتنا معناها قريبة وبسيطة للحريف بتاعه. وذاك علاش نحن رو نخموا ديما في حسن الخدمة وحسن الاستقبال وحسن التصرف مع الحرفاء. على ذاك احنا اخذينا سيرفيس إلي كليون تاع 2020-2021 وان شاء الله 2022 ان شاء الله ان شاء الله. عندي سؤال برك الاخراني انا تفضل. نحب هذا قاعد يدور في مخي من قبيله. انا خذيت قرض من عندكم وخدمت ومشيت اموري بيدي، اما جات أشرة ما نجمتش نخلص. اسكو فما بوسيبيليتي باش نتصل بكم انكم تعاودوا تجدولوا لي من جديد ولا تعملوا لي حل؟ بالطبيعه احنا الهدف بتاعنا انه يكون الحريف في وضعيه مستقره، خاطر راك تشوف مثلا كما اللي صار في جائحه كورونا 70% من الحرفاء بتاعنا عجزت على الخلاص في الفتره هذيك، خاصه فتره الحجر الصحي والكوفيد، واحنا مناش باش نضغطوا وهو متوقف عن العمل والنشاط بتاعو حابس، بالعكس نحن ندولوا ونسمعوه ولا نتصلوا به نحن نخرج له احنا على عين المكان نسمعوه نفهموا الهاجس نتاعو باش نلقوا الحل اللي يساعده واللي يخليه يرجع يقف على ساقيه، ومش بالضروره باش نحن نخمو في الخلاص نتاعنا القديم. بالعكس احنا معظم الحرفاء نتاعنا مشينا في اعاده التمويل، اعاده التمويل عودنا ضخينا لهم فلوس على فوق الفلوس اللي هما معناها مسالين فيها. اي هذا في جائحة كورونا يقف على ساقيه. نحكي على الوضع العادي، حتى في الوضع العادي معناها انا تعطلت شويه ولا تجارت ما مشيتش كوم يلفو معناها كيف ما يلزم معناها ونحتاج شهرين ثلاثه معناها تنفيسه. اسكو انت تعاوني في الشيء هذا ولا؟ اكيد جدا اكيد جدا. اي مشروع ولا اي نشاط راهو ينجم كيما يمر فتره ازدهار كيما ينجم يمر بازمه، والازمه تنجم تكون فعلا مده قصيره شهر كيما تنجم تستمر معناها على مده طويله. وهنا دورنا احنا دورنا اجتماعي لازم نشوفوا الحلول اللي تتماشى بشكل مشروع هذاك ما يفشلش ما يفلسش ويبقى اكل مورد الرزق هذاك قائم بشكل عائلة هذيك ما تتشتتش تسترزق. يعطيك صحة سي حاتم، يعطيك صحة سي شريف. هكا نكون وصلنا للختام الحلقة متاعنا. كلمة الختام سي حاتم، كان عندك إضافة فيما يخص هذا المجال، شنو الرسالة متاعك اللي تتوجه بها للسادة المستمعين؟ به احنا شركة اندا تمويل، شركة الهدف متاعنا ديما هو تحسين ظروف عيش التوانسة، توفير قروض لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة باش تزدهر باش تتحسن البلاد. الهدف متاعنا ديما التنمية، والغاية متاعنا ديما اجتماعية قبل ما تكون معناها ربحية ومادية. هذاك علاش أنا ديما ندعو الحرفاء وحتى اللي مش بحرفاء يتصلوا بينا، يجوا عنا الفروع متاعنا في كامل تراب الجمهورية كما عنا اللي نجموا يتصلوا بينا على وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن رانا ديما متواجدين باش نسمعوهم وباش ناخذوا بيديهم. يعيشك سي حاتم، شكرا لحضوركم، شكرا كذلك للسادة المستمعين. هكا نكون وصلنا. تفضل سي شريف. سمح لي قصيت عليك. فهمني انا نحب نتوجه هنا نداء للناس الكل تبرزقية انهم يتشجعوا ويتكرجوا شوية، على الاقل نحاولوا نقضيوا شوية على البطالة. هذا حل مثلا انت راهي حل باهي برشا. انا شفت برشا حالات معناها فهمني، حضرت معهم في مهرجان زيت الزيتون تاع تبرزق هذاك، وريت حالات معناها ممتازة برشا ونجحت وكذا كل شيء. شارة تبرزقية زادة يتكرجوا شوية وما يبقاش عذر، ما عندناش امكانيات وما عندناش صنعه ما عندناش حاجه. قول انت يبحثوا على الحلول وما يحبسوش غاديك. هاي فما فرصه جاتهم، فرصه لديهم انهم يتصلوا على الاقل. يا خويا بتحبش تعمل حاجه اتصل وحاول تاخذ معلومات، وهذه فرصه اليوم في راديو اي توضحت الامور الكل. أي فهمني ان شاء الله الناس تتكرج وتصدم.
أكيد إن شاء الله يكون موضوع الحلقة متاعنا لليوم عجبكم. كالعادة ديما ندعوكم باش تسمعونا وباش تتبعونا، ما تفلتوش الحلقة متاعنا اللي تتعدى كل يوم خميس على حدود 5 مساء على راديو تبر FM. تبعونا وكونوا دائما في الاستماع. إلى اللقاء في حلقة قادمة وعدد جديد. راديو تبر FM. راديو تبر FM من نولينا راديو يلم الناس الكل، حلم كبير عشها اليوم، فكرة جديدة وبش تدوم. راديو تبر FM برشا جو برشا حلام، يتفلي صوت البلاد صوت جددنا والشباب. راديو تبر FM، راديو تبر FM، راديو تبر FM، راديو تبر FM، راديو